اي ثماثي سماثين ويقاد عندي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. هزول في الأوان مرحبا سي سون نرتزق مع بياتي السناث إقهدران ستمازيخ الثام أهيل بوساقي التريان تنخدميث مازال أدن هالدرة في تواغي ثقي قدران دي فرنسا ميت زرام الطاس يعني يعني تقثوا والفلاس التصيغ ميسن دي فرنسا قي مازال هالدرة نسل قوة فلاس دونك مازال نتكمل لهضرة النار مازال نتكمل تغطية في تواغي ثقي 129 يقموثان الطاس يتواجرحان الساقي خدمان يعني مقارن إمينيت دي سيلونس يوك ذي العواصم ناغ في مدينين مقارن ذي لوروب أدك شو مني كذ ناغ وقادة فكنت مغلين سنة مكا توالين الحالة من بعد ثواغي ثقي يعني توالان باللي يمسل منا تصيق تعيشين دي فرنسا عدان 6 مليان أحريش هذا مقارن ذي غريب يعني تمورت الجزائر أنوالي ذا شو يزمر الحال يعني الدويل الوقت بلاك دياسي صعب في اللسن اتصل قوان ان رد قارن دفاندي جديد اين يعني عنان اغريفان يظل لي فرد الخبر باللي غالي لا منزل من التصري خامن 16 ندقاض اما ذا 4:30 الصباح ليطا ديورجونس مازال تسلوين تمورث فرنسا مس هولندا دي قرب اللي ليطا ديورجونس تكمل ثلاث شهور اي طالب باش يعني ليطا ديورجونس الحاله يجي تكمل ثلاث شهور دونك انسي نفهم يو كان دثبض الحاله يجي وند عند الصوض ثواغي ثاقي الى كيدي ذي الاستوديو محمد جودين تا ذا غنى دي فكن ثمغلي نسم كي تولي الحاله يجي وكود وكذا ديك شمني كي ناغ ذي مكين الساقي السلام عليكم زول فلاك محمد. السلام عليكم زول فلاك النصار سلام حمايا نزول مخرج وقاعد يتولينو كالساقي سلام نون. يعطيك الصحة محمد سقيد نهضر يعني مازال نتكمل لا كوفيرتور سبيسيال في تواغي ثاقين فرنسا يعني اد نهضر امكاد ادياس الوقت ثاقين غاد امكادس الحالة في ويقال يتعيشين دينا خاصة مسلمنا غريبا نضرب اللي حريش ذا مقران دي يعني غسل سند دي جزائريا ما يزمر ما سعيد شو زمر ضغط دينيض يعني في الخبارة ثين قوراي كاقين في تواغي ثاقين أنا مثلا نصر مكيد النيض اللي مد مسلي مرات ضرورة خسارة متاقي نعطيه وغي تمتاقي تسعى الله طري نس من بعد يعني غير خطر أدخلك خير اللي حالا أندرو تسيليرا لبنان يعني تسيلا سيكيتي عند أذي لي الخوف يعني مم إيروميين مثل اللي حالا يجي زران باللي تيري خلال الهلاك يبوم يقارن لو سندروم ستريس بوست تروماتيك يعني القلق راه ديالسن بعد اللي حاله متضرة تضرة تخسر ثاني. وقي يعني محمد امبريسيزي كان باللي وقي اين يخص فزمرت العقل يعني الكوتي بسيكولوجيك من بعد. الكوتي بسيكولوجيك وقي سي دي كونسيكونس بسيكولوجيك على كل حال نهني رمي سن الحوايج كي متضرة ثمسل تاقي سي ولن دي كانت كبانين يعني دي بسيكولوج يعني وني غارن علم النفس دي ميدسان هكاني ما نسن يعني باش هضرني كذا مدن وموس انك سخط الخوف كي زعما دي طف سمانه زعما دي طف الشهور زعما دي طف يعني سكوس لهلاك ما موكاد يعني يقترحون على العسكر خدم من الكراثنا ثيكرا ولا ما ردوا غالبا نخدم لنا نطريط موت نداونا غير باسكو شويه تواليد هذه قمر داخل بولا غينيك يعني اللي ماجينو تروح ويا راه دونك ما رد نهضر من كيد النيض في وكاد غريب انك عايش ندير هذه تمورتني يعني هذه اللي كان اللي ديباسمون هذه اللي اللعيبه داري فيها من ديال اوروب يعني ولا قرا انا روكم الدنر داخل ينوض اللاعب ماخذ من سكر اللعيبه دي يعني شو تخطيط كاين هذا شو صلى لي كثير تغري ونزرى تورا كيقول دي فانيرا مليح مليح يعني افوس ايدي دبرن يعني ذول كان خطر مارثي اللي تي ذات لقات لون انفستيكاسيون بروفون اقداش باش تسلحق درتي ديس الى قضيه اللي مقر مليح مليح خاطر البوليتيكا كي وعرضت سيدي هضر يعني في لي كونسيكونس بوليتيكو امكي سقار جيو استراتيجيك لي كونسيكونس انت دام سداغن سا ديبون ان وي كفغانا كيهود ثمورتي سور ما ثواد لا رياكسيون كي يعني سلوين تمورث
يعني يعني باش نغلق الحدود ومام طون لي طاب ديال الشونس ديال الحقر ثلاثة شهور رنوياس يعني لي بيركيزيسيون اقل في كفرزان وكادي ويك لا بانيك هادي رنو تصل المشاكل يعني سي لو مومون باش دفن يعني الحلول اقلاقا يعني سلا ريونيون دو تو لو موند دافوس كفوس باش وكش منار يعني ذي اللعب ما مصدر ثم سالتا كيولا قرات كومبليكير الحاج خاطر ديجا فرنسا يعني مرات والد باريس توسن يعني ذا العاصمة جبد نطاس يعني بمذان نوكسي دوني ثقيح من نصروحو نتصرفن يعني ايكونوميك موسيل جاد ثمسة بارينا باريس تلعفيون دور ذا مقران الايكونومي فرنسا يعني ما ذكري ذا الجوة ماكي ما ذكري ذا الاتموسفير ماكي وتسوغنا للعبادة داسن ارثمور ثني يعني باش الايكونومي فرنسا نتذا مسان فرنسا اتي اللي سلساسيس مكات الحو خطرة تكمل كاكي مثلنا يعني تذا مساترنا تصوب صفا سوري بيركيتي ذاغن الور ودي عايش ندينا يعني ماشي ماشي كفوز ولا الطاس ينسل من الطاس يعني ايفراني اللي كاع عايش ندي دي فرنسا هضر داك كي بقنند باللي يعني الاسلام ماشي ذا بريدي سواكي كوني عايش دي فرنسا يعني نخدم شغل لنا غلا امكي دي الناس سوري نيض اللي يدي ميلي دي ميدسان لا سيري دي ميلي دي ميدسان دو سان سي المغرب سي الجيري سي تونس وكي يعني لي كادر كان يخدمن باش يعاون المدن ان يعني انت زمرت بلا ما نهضر دا في الانفورماتيك ليكونومي ودي صغار ودي خدمن يعني شور دونك الفو بيان بونسي ومام طون امكي درنا العقال امكي درنا العلماء يعني في كباني هنا كي يخدم منوك افوس كفوس الى قتورا جماعا باش والحقار الاتموسفير دي قيم الخوف اللي باش تسيليني راه لي ديباسمون باسكو يا دي جروب لا كرات كبانيين سلحاين تنتخلي صنتن باش تخدم من باغ اكزومبل زعما ياسين حرق الجامع روح حرق خما كار تيمسي وخا ماكي نغواكي ناخذ ماكي يعني وكذا ديالو ديال وشوال. يعطيك الصحة محمد الدنوغال الغورك من بعد نسعى نبقى مزوارو يمثنا حسين قاسمي وكذا نغماس يتوسنن في فرنسا يعني يقدش دي السيت البلوك شوف شوف سي حسين قاسمي السلام عليكم مازال في الله. السلام عليكم السلام صحيتو يعطيك الصحه سي حسين اكيد نشكرك ما ميتكش مضى كيدنا سي حسين ثاني ميرسي كاع سي حسين يعني انت ولي باللي الاتموسفير كي الخوف يدي هضر من فلاس كما نغمو حدا كي يعني مازال القوان ولا يظل يعني لي زيماج اكذودي لا يرقول مالا يعني اخدم من سلوسون تيشماع عند موثن يعني وكاليك موثن اسك تولي باللي الاتموسفير كي يزمى الحال يعني ويتروح حركة انك كي نوالا مس هولندي هضر ديناد لي طاد ديرجونس الا قد يكمل يزمى الحال ثلاثة شهور نوالا ايمانويل فاس وكذا نغلا فم زوارو البريمي مينيست يهضر ديناد باللي يزمى الحال فرنسا يعني تزار ثواغيث النيض انا مثقي يقدران ديال الجمعه قاعدين اسك تولي باللي الاتموسفير كي يعني يسكشم القلق يغرب انه يقذوذ يوك سوسما يعني اون جينيرال ذي فرنسا يعطيك الصحة يا فندم في وسقسي قلنا شي بصح النظام ويسول على هنا ويسول على فرنسا يسول على الخوف سوق لقبي الدنيا سيرتو ويقي يوميين ولفنا لا يقطر راكي ولفنا لا مخيخنا كي اونفان سيرتو با ماشي لا كي غورسون يكمل خمسة اي نقدران راجستمون جو بروفيت لوكازيون الا كنا نرتاج بين تاكو ويدي موثن غا ما عرف ان ما في روميين ما في نسر مني غادا سي نظام ضد البطل راني توس داكور الخوف جو بروفيت غادي نروح كان ساكين غاد كا ضرب غاشي ما تشفن اسما كني تضرا لي زاكونتاني نشغل يبدو سيتي غان سيتي غان باغاي كاكي يازي لابيل ا لونيو ناسيونال بعد ذيني سونتيمون الاسلاموفوبيني ويذا كيك راه الاسلام ويذا نعرف كاين ويدو نحمل عرف عن الله اللي فودي غير تقص انت نسال اللي لقاها تدري اني كاكي نعم سيس كنا نعود بسيغفي جستمو عشما كنيت ذرا شارلي شارلي يبدو دونك طول العقل باقي لي فرنسا سوا اللي وكنا تيدي تاكي بانسي وكنا تيدي غير سوليداريتي وكنا هذا اللي عقل الايفان ولكن الفرا باقي ذا عاون الغاشية ماشي كان روميين ماشي كان مالي نسلم من واحد السن دوك انا كنت نقارن لي زيد بولو طولو بس ساكين على لي زوبسيغاتور
وقال لك تمتات انا اطاس فسرقي لي الدوني مره سير الغراب اللي نسلم انا ماشي وياه تمتات مشاك جو دونك ويجي الخوف نسن سي فغي كي لي انا مستهمي سا سي نورمال مي لوبينيون بوبليك سرقي لي فرنسا الروميين الفاسيمين وزمنا فرقا غير لا فيولونس تيروريست اكل الاسلام اساقي وزمرنا راه باسكو غرس النثني امشي نتفرج تفرق ديال الاسلام اكل التيروريزم ما يليوني وحده ديما غنغاشي نروح نزول الكير اي اي غار حسين حسين اي غار اي غار يعني وزمنا تفرقن et pourtant ta souga di dik chmen yani que ce soit les représentants de la communauté musulmane de France nandi di bli wagi machi lha machi lhadiz mena yemthlen l'islam yani l'islam yqbel la justement ça va dak courrier ou scan tout la canal la république il y a même pas 5 minutes ah non il y a eu un étranger d'américain il a parlé justement au nom de l'islam ma chi qarna aya di ghatla ginaya ismo kol ma kan dir vrevnev باسكو خدمنا ثلاثة برا شكاكي سطر خنا ايمن الانسان راه ماشي كون كنا كذا الفراب ماشي كون نبغى الفاطر ماشي كون نبغى انا نبغى الغاشي خطي تروح دي وسط نطلعوا ميت لي جورناليست دنا تلقى ربي ولا الانسان تحمي غير السودان اسقر لنا يا جماعه هنايا هنايا نطلعوا ميت جورناليست هنايا جو فو كومبخون جو فو زيم مونون دو لا ريليجيون ميزلمان اكاكي هنايا نظرا يفو با كيلي دي زامالغام ماشي هكا اعرف يجي نقال مع الاسلام ودينا تقراو من نفس مع يجي نطش الجدران ابخي انا وين يقرا كيف لنا في زوكازيون هاكي في نورمال ام الفرو ناسيونال لا دروات لي ريبوبليكان يجي كم بو ان بو تشوك شوت على دروات بروفيتين سي فغي لوكازيون هاكي هو كنا نشوفو انا كوش نسن السي حسين بورتال لي بوليتو لو قرانا جوادي سي ان بولفار مقرن يوسعني مارين لوبان qui d'ailleurs a très bien avancé justement jusque-là, mais qui réclame depuis le début les mesures plus vigoureuses, une réflexion de la politique étrangère. À chaque fois qu'il s'agit d'un pays, il y a une France à travers les frontières, il y a une France à travers les arabes, il y a des Allemands, des extrémistes. Hussein. يعني في الاكستريم دروات تهضرات باللي يعني مارين لو بان نزرى باللي انت يعني تيم دبار تم زوالو ثاني يعني الفرو ناسيونال دونك الاكستريم دروات اسك تولي باللي يعني ايفون غاني دو تيران اين يعني انا نرتساسيت دونك لو تيران بوليتيك نزرى باللي لي زيليكسيون ريجيونال ثاني هاد التاسن ومسلمن يعني ناغ دنيني يغرب انك تعيشين دينا وكاذن يعني لي لي كونسيكونس نشيقي جوستومون اسقي اسقي لا غوش ذا اشتاقي تو بوا سي بور سا سي وادن على لونيتي ناسيونال اتقال انا قلبي عقل ذات مثلاك والوسط تعليم ديال زمالغام الاسلام جوستومون سي با اون ريليجيون دو خاطئ سي با الاسلام كي تو اسقي الغاشي اسقي ودي نخن خاطئ دونك الاسلام بوغ نور كان اساس جاكي من بعدين على لا دروات سي فري le gouvernement il va tenter justement de jouer l'unité, le rassemblement, en jetant pas d'huile justement sur le feu. Au lendemain du discours d'une histoire de Kenneth Fouk, et c'est dans l'opinion publique, et où il y a des mesures fermes, mais il a raté les agimètes, il a raté les agimètes, il a raté les agimètes, il a raté les justement et la droite, l'extrême droite, il a raté les agimètes, il a raté les agimètes. نعم دونك انا هذيك اللي درت وي نعم كمل اولك السي حوس نعم دونك وي ان توكا يا ان بروبليم اون فرونس اساكي يا ان بروبليم سيريو افيك لا راديكاليزاسيون دو سيرتان بيرسون وي اللي خاطي دنيا يا جماعه يبغى غير انا كل فين سلمين ما وي قاعد يتعاش الباقي يدي روح انت مولا يا فين سلمين يا ان بروبليم يا ان بروبليم انورم دانتيغراسيون يا ان بروبليم انورم امشي فاهمين الغاشي تازي انت يا فين سلمين امشي تسرن ديال الواقع امشي عاشني il y a un problème il a pas dit le خدم سي الجايه كي زعما حسين باكن ادغال يعني سور ان ديتاين ولا مانوالي في يعني نقي قاعد عندي فرنساين يعني انا رفرف نولا التصيل مزيان دوي قال اكس عدان الحبس دوي قال يعني بالك ساعه نباسي نزمر ديني لا تصيل شخصيين فلاس ومن بعد دوغال يعني الاكستريميزم وي صح اش نقول لا جوستومون فورا كل واحد في الدائر باغ اكزومبل المزرعه ميم في الدائر ويدي لي سادر ويكي ويز ماشي المخاخه الولد كاع لا سوسيتي جينيرال مو يتروحوا ولا مو تكي اللي خان ميم راكي دراش صعبان دي لابون جوز انا ولد واش شو دينار بي ولا شو دينار بي ولا شو دينار دونيز
سي فغي كرن كرن دي لا مارجيناليزاسيون سوسيال كرن شرها الاسلاموفوبيا كي تولي ما ولا نسن توحقرا تولي ما نسن نيتني توحقرا مي لول دي لي سيتي يموسعنا انا خديم يموسعنا انا لي ميم شونس دونك روحنا على سي فغي روحنا على ديلينكونس الفقير دي الاسلاميزم كي ريكوبيري اي فو دار لا فيريتي الفقير العشيه كي دي سيكوريتي سي فغي واش داش وثن بون On va pas s'avancer là-dessus, mais là, la violence, ça c'est le discours de la guerre de France. Donc, oui, le deuxième tagi, il a fait ce qu'il y a là, je m'en ai là, repenser qu'il a fait des concepts. انا انا سي حسين ثنيت قواليك باللي المزينه كي تروحون يعني ليكستريم يزمى الحال تحسن ما نسم باللي توحقر ناغوس نفكينا ريزيرف نسن ذي لا سوسيتي فرونسيز خاص لولند ذينا يعني ذي الكواغ ذي روميين ولكن اسكا تولي باللي وكاد يدي قارن لانه كاد يدي قارن باللي لي سيستيم لي زافاي Et là, ça, bien sûr, il y a le problème des banlieues, la marginalisation sociale, l'islamophobie, la crise économique, la délinquance, la situation au Proche-Orient. Il y a un problème. Donc, c'est vrai, ça Donc, il y a tout ça, c'est vrai. Bien sûr qu'il y a tout. Et les Roumains, ils ont compris sur la guerre. Mais ce n'est pas une raison. Et moi, qui dis que je n'ai pas la violence. Ce n'est pas une raison. Là, il faut dire la vérité. Que le chèque est ça. Ou ça a les chances à mes Roumains. Ou on a les écoles à mes Roumains. Ou ce qu'on a les moyens à mes Roumains. Kérent Bouhérasen. C'est normal qu'on a un peu à venir dans une cité où on a une sardine. C'est normal qu'il y ait un chèque de fin. Ou il y a un mot de vie. Donc, où est-ce l'échange interculturel? Un mec qui n'a pas la France, la France et l'interculture, où est-ce? Où est-ce? Il n'y a pas ça, c'est pas vrai. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'extrémisme, c'est vrai, mais il y a du laxisme aussi. حسين يعني ما السعيد خلال الخبارات ديالنا يعني كنزرب باللي الطاس لي بيركيزيسيون يدي فدان ذكيضا كي يعني غال لما لي سيرفي دو سيكوريتي زدمن سي خامن اسك زمرضا غداوي اسك السعيد يعني خلال الخبارات راه غادي نظم لا نوكاد يطفن نا يعني مازال نعم جوستومون مازال لا تنافين وقت طفلنا ماروكان دي لا بلجيك mais la Sénavine, mais justement, au long de Yernes, de partir de Bossagine, de partir de Larva, il a fait l'état d'urgence Feltchur. De la Constitution, il a fait sur une vrachie, où il y a que les extrémistes, donc, il a fait voter un budget. Il a utilisé le mot, le terme guerre pour mener cette guerre. Donc, mais pour le moment, là, c'est la vie, mais justement, il y a des talofs, justement, sur la police de Maradona, ça a mis les jeunes de Vara, au nom de l'état d'urgence. Donc, c'est vrai que au Sénat, il y a des gens qui ont été en train de la communauté musulmane. اسك زعما غادي نو يعني ما الا ام كتحسون يمسل من ثورا لا كوميونيتي مسلمان ديالنا ما الا وكاد يد هضر بالك لا فامي وكاد ندفعنا يعني كاين لي سونتيمون ايرومين ويقال السنن ويقال يعني السنن دونك قارن هذا اماكن فيها سوناجمون ما عندها دارين كوني وي التيروريزم تخدم مكان تخدم مكان تخدم مكان مي ماشي فغا دون زا سونس فيولون نو مي سي فغي لا توكزي ساكي توكزي مقرض لاش تسع نهار الطاس لاش تيفيتين وان قال يجمو يعي مقرن وان قالت لا لابوليس اقوى باسكو يلوفت شاذي لي لاش فغا نرى توفتشنا على شاك انستون على شاك 100 متر
يعطيك الصحة مثنى حسين قاسم أكيد شكرا غطاس في مغلينيك ذا نغمس ذي السيت بلوغ مقارن شوف شوف سي فرنسا كدي نغتن ميرثي كيما الدوغان لغر محمد دي البلاطو محمد سليضي مثنى حسين قاسمي نيكد يعني حسين قاسمي نيكد يعني يتمثل ناغ ذي ناغ ناغ يغرب انك تعيشين تنا وقذنا دفغن ويعني خاص ما فغن ام كي دينا مثل يعني نيكدي ون ادي يقذ ادي قرب اللي يكرمينا تولينا غورسيز ما الحال يعني أتحسبن ذرفر سينا أولا تنمير ثقمتنا حسين قسمي ديف كان ثموغلية معقولة يعني شو دي نقمتنا حسين قسمي تكس عايشين دي فرنسا يعني يحضر يتولي للحواجة كي مضرونت تمسالينا كي دي ثمورة الأوروب يعني شو نوالا أتسلحو كران لمدة يعني ومعنى تحبس خطر تظهر من ذاك دي لونغلوتير يعني مثل حد خدم انديريت خدمض يعني لنوينا كي وني نسيو تتموغلي يعني شغلك ديش كاع ثفرات ثلي سلم من نون ثلاثة خدم مكون وي انسرت مومو ثفرات انا سكاع توران كيني ايوا غريب ذاك قال لنا دي فرنسا انا لوروبي لا قصوار ذم قران يعني بنادم الا كاكيد المترو نروح ساخدم ميس هذه روح يعني الفكرة اني هذه حسي بانيس شغل هذه اللي نمدنا ثلاثه طاكين يعني ما راه فغ الا قد يفغ في كان اسبري يعني دو فورس ان اسبري يعني باش اقتلوا مرا الغاشيني مرا توليد الغاشيني اسقسي اسقسي ديال طار لا رياكسيون كينسن ديال المعقول ثنا خاطي نيمبورت لو كي يعني زمرك ديف كلا رياكسيون كني ميكتيني ولا قارا تكشمو ديال اللعب يعني شغل ما يمقلي كي دناشو تو فارياجير نيجاتيفمون ترفض ناشو الا تروح لسبانيا ديني ضبلي العباده يعني اشو قدر انتو راه ماشي حاشاني هني يعني سي تو الموند يعني كل غاشي رفان وماشي الحاجه يعني راه تيقبل الدين ماشي الحاجه راه تيقبل العقل هذا مثلا ديزينوسون كان هضرو حنا كاكي دونك سي الجهه بوكي عايشين دي برا الى قاضيين يعني كاركتير مون طري فور يعني هذه العقل يجهد مليح مليح مالغري اداس لينيرجي نيجاتيف كاكي نغ اداس كراب ورفانس الجهه الاخر الفو يفيتي وكتمر هذه اللعب باش تسيري الكلاش ومام طون مالنا نكري مكان يعني عندي قوى يعني سميت لي راكسيون كي اريوث الشعب نغ سا ديبون ديني كري لي جروب اريتو كان دي فوا تنتخلص باش تخدم المشاكل كي الوقت كي الفو يفيتي حاشا ما تقال به الحاله ستاول ستاول سي بور سا نقول لي نفكد ثفرات ناس يعني تيكبويني لي زاسوسياسيون ناس قامونا كي خدمن ضد الدين او كي خدمن دون دون دومان اسوسياتيف الى قتورات اللي ثمليلين يعني يكذ مدبرني كي الحكومات لي ميري لي لي اسوسياسيون باش تكثر لي ديبا وتسيلير يعني سميت الهولاكين الخوف نغوت تسيلير سميت اكيلو كليما يعني دو بانيك باش نظروا للمشاكل مثلا سقسخت محمد يعني بين مزيناكي وقاد يستخدم النرفراف وقاد يسكس طال خيمة نسن وفان يون ذاك السن يعني زعما الحالة دي فيها الخبر بالك ويا ضاغن لا نسعان يعني الباسي نغ كريمينال يعني لان بالك يعني كفريد ويل هنا راه ومن بعد وغالا يعني يناد باللي تلا ليكسكلوزيون تلا الحاجه يعني خاص لول ندفينا ساعة لك واه دي روميين ولكن وتحسن راه يمنسن باللي دي روميين خاطر عند روحنا ثبورث تغلقاسن اسكو تولي باللي يعني الى الجهل دان كوتي دونك لينيورونس وميم طون يعني غادي باللي ماشي داغن سي با زون ريزون باش تروح يعني تنغضي مذانين بلا سبه يعني لو كان يوناي غير الدين يعني سي المعقول سي العلم سي موسني والحق راه يخدم خطر ما لا تغرض واستفضى بلي الدين يوسد باش هادشي كاع مدن هذا نغن مدن يوسد باش هادي يحيو مدن يوسد باش هادي يداوي الرحمه مدن يوسد باش هادي يداوي لهنا مدن يساد باش هادي يكس الخوف يمدن ماشي باش هادي تكشم الخوف يمدن يعني وين هادي ولينا كثورا كنا شرد نقلب يعني ما تبغى تذوض الحاجه هذا خدم ظن طريطم الا قد خدم ظن دياغنوستيك يعني اي غار نلحق اللي حال مثيقي اي غار لي جوناكي لحقنا اللي حال مثيقي ذا شو تنسبه اي جان لي جوناكي تخمم منكاكي يا بليزيور فاكتور يعني دفضوض ممشي تمورنا وكي طفنوك اللي
سي انكولكي لينيورونس يعني زرعن الجهل دي ثمورا بارافن يعني دي ثمورنا زرع عن الجهل ماري للجهل يعني العباد اللي رايط في لا ميسيون سي تي ميسيون نيجاتيف سي تي ميسيون دو ديستريكسيون. موسى عليه السلام انك اللهم اني اعوذ بك ان اكون من الجاهلين فاذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني الجهل كي تهد هو كي سي تان فاكتور الجهل موتسلي ثموسني موتسلي العلم بنادم اللي راه ارث بنوض ويفنو راك دي فاغ سي تان بوان نيجاتيف دا الحاجه وخدمنا راه الوقام. دوزيام دي شوز لو بروبليم بوليتيك على ليشيل انترناسيونال الا سميت شرق المس اش يضرون الداخل ويكي داغن لوروب نا ويكي الامريكان سعن داغن ان بوان دو ريسبونسابيليتي سقسيني ما نسناش راه خدمن بوليتيكمون يعني واكي سي تان بوان il faut revoir les stratégies qui tu rechim dwar de télévision le bomba tha glina fla palestine rechim mstahat mtsasen dwar de souri rechim mstahat mtsasen dwar de l'ar dwar de timura yaki yani ash rad khadem dagi dagi qalak ash kham dlan اريون يعني انسان مسكين خير العلم كان ناض الجهل ام كي الفارياج الويك ثورا داك الشيني يون انسان العقل يون انسان العلم يروح يخدم الحوايج هاكي اي غير شاك فوا مالك مثيل الحاجه اكيد ثانوكي الا ذي الحبس ثانوكي الا غور ناغن السنيف يخدم بالزنزلة دروك يوكار يزدم في مارشي يكشم الجامع يعني سما شغل يغال يتظلى ومن بعد يفاضي يسترد قبانيس تلقى لا مانيبيلاسيون ونسعى العلم تي بو با مانيبيلي دونك يا لا ريسبونسابيلتي دو تو الموند ويك طفن هاو تيشال تيمورا قلنا سما يا بليزيور فاكتور زعما ذات واحد برك رورا شاقي يخدم من الحاجه يقول قرا تخدم من ولا قرا تخدم من اشو دي بون البرودوي اشو السبات ديال السلحقن السلعه ياكي باش تخدم لحوايجك لان طاس السبات والحوايجك يا دي زيكسبير لي زيكسبير مقران يعني الفو بيان يتيدي لا سيتياسيون اي غير شاك فوا نغلي دي المشاكل كاي غير شاك فوا دوني تا كتعاسو سنخوف نلحق لحوايجك الفو سبوزي دي كاستيون كل يوم نادي سقسي ما نس ويكي طفنو كنتو تا كتسقسيني ما نسن ويكي طفن تيمور باراف الناس سقسيني ما نسن ثورا الحاجه كي تهضر ثورا كل حاجه سال الدوسينس كل حاجه سال الملف نس بور ابروفوندير يعني في كاد كانك كيسكوسو يعطيك الصحه محمد نسعى ان كي وسين مس داوود ذا قداش لي سير سيتي ديك شمن كي ناصي للجزائر مس داوود السلام عليكم مازول فلاك السلام عليكم مس الخير ميساليتاسيون ا فوتر كوليك جوني ا فوما بارك يعطيك الصحه سي داوود Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si Daoud, yani, après les attentats de Paris, yani, 129 morts, 350 blessés ou plus, la communauté musulmane, c'est l'une des plus grandes communautés en Europe. Donc il y a plus de 6 millions de musulmans et beaucoup d'Algériens, bien sûr, d'origine algérienne. Est-ce que vous pensez que les maintenant, est-ce que vous pensez que la haine va augmenter, si on peut dire, par rapport à cette communauté, ou on peut dire aussi que l'amalgame entre l'islam et les musulmans? En tout cas, une situation pareille ne pourra en aucun cas améliorer le climat qui était déjà délétère et tendu. Vous savez, ça fait un bon bout de temps qu'il y avait des partisans du choc des civilisations. En France, où la religion musulmane est la deuxième après la religion chrétienne, il y a des ennemis de la religion musulmane. Donc ce qui s'est passé, qui est fortement condamnable, avait pour objectif de diviser la société française en deux, de diviser. D'ailleurs, rapidement, l'enquête qui n'a même pas encore abouti, ils ont trouvé un passeport de quelqu'un qui s'est fait cacher le passeport en Grèce, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu de Syrie.
toutes les investigations menées sont menées vers des gens venus, même si c'est des Français de nationalité, ils ont une origine, on dit origine algérienne, stage en Syrie, il est passé. Donc les premiers qui vont payer, c'est les migrants. C'est ces migrants qui sont morts en Méditerranée, c'est ce petit bébé qu'on a vu sur la plage. Maintenant, ils vont leur fermer totalement les frontières, parce que ces migrants sont en majorité des musulmans. Donc il faut s'attendre à un regain de haine et de tension, de provocation, et les musulmans doivent faire preuve d'unicité, de solidarité, ils doivent, puisqu'ils vivent dans ces pays, ils sont de ce ils doivent aussi aider les Français à ne pas faire d'amalgame entre l'islam et les terroristes. Eux-mêmes doivent combattre ces terroristes pour qu'il n'y ait pas de... C'est inévitable que cette action va passer, mais ça passera comme pour Charlie Hebdo. Il faudra gérer un petit peu l'avenir, parce que ce n'est pas un groupe de 8 ou 10 ou 20 personnes, des jeunes, qu'on a présentés comme des marginaux, qui n'ont pas de travail, qui a fait cette action. Moi, je pense que les enjeux sont beaucoup plus loin. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe entre le retour de l'URSS sur la scène mondiale, le leadership. Donc la France est un pion important qui joue de fer au feu en Syrie. Il veut descendre le président de la République, le président syrien, et en même temps descendre Daesh, s'attaquer à deux adversaires dans le même pays. Voilà un petit peu ma vision des choses. Anam, c'est Daoud, quand vous dites qu'il faut penser à l'avenir, on a entendu François Hollande qui a dit que la France est en guerre et que l'état d'urgence a été décrété. Est-ce que vous pensez que c'est des signes à penser à l'avenir? François Hollande, il est dans son droit de se défendre. C'est de la légitime défense, hein, parce que la France prépare sa riposte. Et elle prépare sa riposte avec ses alliés. Parce que le traité de l'Alliance Atlantique prévoit que quand on agresse un pays, c'est tous les autres pays qui interviennent sur tous les plans, politiques, militaires, etc. Donc la France a préparé, déjà hier, les Américains ont bombardé en Libye, ils auraient, paraît-il, abattu le chef du Daesh en Libye. Donc la riposte sera globale. Mais ce ne sera pas uniquement le volet militaire, parce que là, ils vont rendre hermétiques les frontières, les tracasseries, les visas, les refoulements, les interdictions de discussion, les mosquées, ils vont empoisonner la vie aux musulmans. Regardez déjà, puisque les élections régionales pointent leur nez. Madame Le Pen, regardez le discours de Madame Le Pen hier, hein. C'est, elle parlait en tant que présidente, hein. Elle arrive même à remettre en cause la nationalité des gens qui sont nés en France. C'est un gars comme Zinedine Zidane, si demain il est impliqué dans un événement, on va le transférer vers l'Algérie. Il n'est plus français. Donc ça dépasse toutes les limites de l'entendement. J'espère que la raison, que le temps, parce que c'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que c'est condamnable, que les musulmans s'unissent, qu'ils arrivent à cesser de disputer entre Marocains et Tunisiens, parce que là aussi, il y a des organismes de Marocains, de Tunisiens qui disputent la mosquée de Paris, qu'ils eux-mêmes isolent les brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses, c'est des jeunes qui ont été gangrénés, c'est à eux de les désigner, parce qu'ils sont français musulmans, ils doivent les montrer aux autorités. Eux aussi doivent collaborer pour éviter ce genre de massacre. Sid Daoud, Mohamed avec nous, il a parlé de plusieurs causes. On est en train de voir chaque fois, on a vu le Charlie Hebdo en janvier, 10 mois après donc les attentats de Paris. Et Manuel Valls, il a parlé qu'il pourrait y avoir d'autres attentats. Est-ce que vous pensez que le côté sécuritaire suffira ou il y a d'autres causes qu'on doit aussi, attaquer et on doit aussi, les médias aussi doivent en parler de ces causes? La France, moi je pense que la France officielle doit se revoir, elle doit revoir son image sur la glace. Hein. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir bénéficié de prêts de l'Arabie Saoudite à un moment donné qu'il faut s'aligner sur la position de l'Arabie Saoudite en ce qui concerne le devenir du président syrien. La France doit revoir sa politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, c'est-à-dire en Libye, etc. Donc ça joue, ça a un effet sur le... La France également doit cesser de marginaliser cette population qui est française. La France a colonisé, c'était un empire. Elle a colonisé, elle et l'Angleterre ont colonisé le monde. Et des enfants sont nés sur son territoire.
C'est les enfants de citoyens qu'on a fait venir par la force à l'époque pour reconstruire la France. Aujourd'hui, ils sont français à part entière. Ils connaissent les droits, ils voient. Quand il y a Mohamed, etc., ils ne sont pas recrutés. Et donc, c'est une manière de se venger. Ils vont en Syrie pour s'entraîner. C'est l'entraînement et revenir en force pour faire payer aux Français ceux qui n'ont pas pu le... Moi, je pense que la France doit revoir sa politique d'intégration. Carrément, la politique d'intégration des étrangers, puisque depuis 1945 aujourd'hui, le pourcentage d'étrangers devenus français est supérieur aux Français de souche. Il y a 51% de Français d'origine étrangère, à commencer par Nicolas Sarkozy. Donc la France doit revoir intégralement sa politique de réintégration et doit revoir fondamentalement sa politique étrangère au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Voilà ce que je pense un petit peu comme le jeu de replâtrage. Et si on parle du côté musulman, on dit beaucoup aussi que les musulmans eux-mêmes ont une part de responsabilité. Vous avez parlé de qu'il n'y a pas un organisme qui unit les musulmans de différents pays comme le Maroc, Tunisie, Algérie ou maintenant aussi la Turquie. On voit beaucoup de différences dans cette communauté. Est-ce que vous pensez que c'est un point faible aussi pour se faire valoir et montrer aussi qu'on a notre place dans la société française? Qu'est-ce que vous pensez, Sidaoud? Je pense exactement ce que vous venez de dire. Il y a des désaccords entre le Maroc et l'Algérie. La communauté musulmane algérienne et la communauté marocaine en France ne s'entendent pas parce qu'il y a un désaccord entre l'Algérie et le Maroc. Alors qu'ils devraient dépasser ce niveau-là. Ils devraient s'unir au sein du Conseil des Français musulmans. Il y a une influence des Marocains. Les gens pensent à la nation, ils ne pensent pas au transnationalisme. L'islam a une dimension universelle. Elle n'est pas marocaine ou turque ou algérienne. Il y a des choses qu'on doit en faire ensemble. Et ces gens-là vivent en France, ils sont nés en France, ils sont donc français. Il n'y a plus de honte à être français musulman. Je dois donc collaborer avec les autorités françaises, avec les Français aussi chrétiens, pour rétablir l'ordre, pour maintenir l'ordre, pour prévenir des actions. Si j'ai une information qu'il y a une action qui se propose, ce n'est pas de la lâcheté. Je ne suis pas un harki pour avoir vendu un Algérien qui allait se préparer à faire sauter la tour Eiffel. Donc les musulmans sont appelés à faire plus de solidarité, plus d'unicité, plus de contribution avec leurs compatriotes d'autres religions. C'est tous des Français. Il y a manifestement des divisions. Mais je pense que la France, elle aussi, notamment au niveau politique, et surtout avec les élections qui arrivent et des discours qui enflamment la haine, etc., doivent faire une révision à 180 degrés de leur politique. Et qu'est-ce que vous pensez aussi, Daoud, Mohamed, dans le plateau, il a parlé de l'ignorance. Est-ce que vous pensez que l'ignorance est un facteur si on peut dire, il aide ces gens-là à bercer dans l'extrémisme et à faire des massacres comme on l'a vu à Paris? L'ignorance, quelqu'un qui est ignorant est facilement manipulable. Il est facilement manipulable. Parce que l'ignorant qui est né en France, quand même, a un niveau un peu plus élevé que l'ignorant qui est né dans les pays sous-développés. Mais simplement, ces gens-là sont dans des mosquées. Il y a eu des incidents dans des mosquées. Des gens, il y a des imams qui prêchent la haine. Il y a des imams qui prêchent la haine. Et qui ont eu un effet sur ces éléments faibles. Parce que, justement, c'est des ignorants. Dernièrement, il y a eu 20 Français qui sont morts en Syrie. Et qui viennent d'un village français. Qui viennent, la France a été un petit peu horrifiée d'apprendre cela. Il y a donc, effectivement, le fait d'être ignorant rend la personne fragile par rapport à la subversion, par rapport à un langage qui encourage les gens à tuer, alors que l'islam et toutes les religions disent que tuer quelqu'un, c'est tuer l'humanité. Sauver quelqu'un, c'est sauver toute l'humanité. Le crime n'est pas acceptable. Ni le prophète, ni Dieu, ni aucune religion n'ont jamais prôné le crime pour le crime. Dernière question, Sidaoud. Comment vous pensez c'est l'impact de ces attentats sur, par exemple, notre pays et aussi sur d'autres pays comme la Syrie? On a vu que les dictateurs se réjouissent. Ils disent qu'on a un seul ennemi, il est commun, et c'est le terrorisme. Justement, malheureusement, le cas est là.
La Syrie, c'est quelqu'un qui est en train de se gausser, c'est le président syrien, ou même le président algérien. Hein. C'est des gens qui disent où c'est Daesh, où c'est nous. D'ailleurs, le président français à l'époque disait où c'est Daesh, où c'est Bachar. Il n'y a pas d'autre chemin. Ces gens disent nous sommes les défenseurs. Le premier à avoir dit ça, c'est Hosni Moubarak. Quand on lui a dit, quand Obama l'a appelé au téléphone pour lui dire Monsieur Moubarak, c'est le moment de partir pour éviter à ton pays une catastrophe, il lui a dit c'est moi ou les terroristes. Et donc ça, ces dictateurs, qui sont d'ailleurs à l'origine de la naissance de ces terroristes, c'est l'argument massu qu'ils donnent aux pays occidentaux. Ou c'est nous, ou c'est le déluge. Je pense que les Européens, d'une manière générale, le monde, d'une manière générale, est en train d'évoluer un peu. Le jeu commence un petit peu à s'éclaircir. Hein. Même en Algérie, le facteur stabilité que les autorités ont prononcé pendant plusieurs fois, c'est nous, c'est la stabilité, c'est etc. Ce qui se passe commence un petit peu à partir. Ça commence à battre de l'aile. Hein. Les gens commencent à comprendre que les pouvoirs qui sont en place ne signifient pas stabilité, sécurité, etc. Parce que l'Algérie a été même pour dire nous sommes des exportateurs de stabilité, de sécurité, 2 ou 3 jours avant l'attaque de Tigre Tourine au niveau du Sahara algérien. Sid Daoud, Yatek Saha, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Yatek Saha, Barakallahu Fik, Ten Merci Kaïma. الدوغال الغرموح ديال البلاطو محمد سليض امس داوود يعني اولي ديالنا التصوير يعني كشبهنا اولي دنيا دا شو زمر دار دينا ضاف تا مولينس اول ناس اللي تلميت ثم قرات مس داوود يعني مسلي دف الطص الامور الطص لي فاكتور يقلان السبال الامور كي هضر يعني في الجهه تسرسيت بوليتيكمون اشوك جان باش هذا الحق سميتي فكاد يعني تبراثين ويكي خدمن يعني دي الدوكليين يقلان دي برا يعني باش ادسون يعني يغبلن تسرسيت خاصه في المغرب والجزائر وهضرنا راه يعني في الحوايج كاين الخلاف كان تمورا الى قد مجمعنا درنا فوس فوس باسكو لو كان هذين الحوايج مثيكي تسوفون يعني الضعف البنادم وتسيلير القوه ويجي سي دي بتي فاكتور يعني يقرنون باش وقتلينا الحلول يهضر يعني في ويجي طفن تمورا بعرفن باللي ذني هنا يعني جان داغن باش هذا الحق اللي حاليا كي اشو نخدم يو قدو ذنا غاشو سنفكا مكيث نربا يعني نعسر وك انه هنا نتقارن محمد باللي نكوني يعني لي ريجيم لاكي سي ان فاكتور دو ستابيليتي ام يعني يقص دنوني غيصوضن على الحاله اي غرض دنوني غيصوضن ثوره اختي يعني باش تصفن القوه لمصالح نسن يعني تفراتين يتشجعن تفراتين باش كيسخوف تفراتين لا مناس يعني كاين تفغى ما كاين تفغى ما كاين ناس الربرب يعني ولدي تسكر الهلا عندي في حاشا الخوف نهني يدي سلاح قل يعني هذه سيدي لا سيتياسيون دي تمور ثاكي دي تمور النغ ثورا لو ميساج يا هل ترى اش يضرون كلي ماشي الدروس يعني باش نبدل ثم غلينا ماشي ثورا ما توضج فضا كان يعني الحاج قال دي تمور النغ يكبرنا كاري يقدشن يبغان يعني ان شونجمون لهنا وانا ان شونجمون باش هذه لي مرزي سولن يوث اللي حاله عند ثمور تفدا تروح سي الجان تدمسا سولن سميث لا ثمور تجهل ثلاث كشمل تدريمت اش نخدم انا كنخدم يعني لا يولي ريجيم يولي بوفوار يكفان هذه سلحو تسرسيت سمثيك فغاني ومعنى ولي ويجي ولن بلي تسرسيت نرى يلحون تسرسيت وخدمنا المصالح نتمور تسرسيت وخدمنا المصالح بقدود وتزاري اسكو سي با لو مومون دو سوريوني سي با لو مومون يعني باش تجمع نوك القوة ياكي باش نفنو تيمورا النغ ونفغار يعني نخدم الحرس ياكي باش نفكان بتيت اكزومبل اميك وقدود وتزاري تفض مسكين يغرض يلحق ستان كادر ومن بعد يروح ارتمورا وفراني وتاكي جبدي جبد انت دو قد يكشف منك اذن انك ما ولي اسمك محمد نعمر ناشو يعني زمر ذات الحقد اريوث الدرجة الطاسي قعش ذي الغرفة سيدي كادر ولكن ماشي دي كادر يخدم نسن مدن خدم يعني دي تكون زيت نسن مدن نهار نطونو بينا نهار الباص يعني الي ليميتي ثورس المشاكل لقي
يعني مثل يعني ظفر راني واري وار مليح باش تلحقض تفضى خدمنا باش تلحقض اكد في كان امكان يكرز نكون تي مورا الناس على الخير ساعنا سميث توجور لو بروبليم قد لا كريز بوليتيك الى هذه اللي الحل يتم سلتاكي باش تبدل يعني ثسر سيت ارزدات لي تبورا لنا خاطر من هنا زمان دريني المشاكل كي اذا غنو ساند سيت سي الحكم بقي غيطفن لهنا غيصلح قنظانا الحوايج مثقينا اللي حل مثقي يعني اتقرض بلدي وكنا راسي اللي وقذوذ ولا يعني الجهل قيم نغلا وقذا قيم يمزي الى مزينه قرس خذها من يعني غير فراف ذا الجهل ثني جذا غن روحنا يعني غير فراف فلو فاكتور نهضر على فلو فاكتور كيك مثلا نصر الجهل انه كل ما نسقسي يعني تجف ذاتي مراقب بارافن ما ادريش في ثامور ناشو انا هضر في تمثالين تموسني يعني زمرضة تفض يعني أقدود هي الحق اليوت الدرجة يفغاد يغار يفغاد يسين يعني شو نخدم ذي ثمورة الناك جفضة ثمورة كي بان اكزمبل أتصور حضر كرات مناطين الجفضة كرات مناط تم شطوع ثر الناس واحد خمسة عشرة اللي بارينا لبيبيوتك باش أضغر المدن نكوني التفضل قدود يعني يفوض يفغاد يغار يفغاد ثموسني ومعنا اون انفيستي با يعني انتكالة تذريمث يعني باش هذي غار الشعب ان اكزومبل يعني اسكو سيت اون استراتيجي تاع كي باش ادير النيو كدود هناك نادي روح زاد لونسا جاك يعني تدريم سيد فكان بور ان جو نصف كذاك يدير من هذه واحد يغلي فواتير ونو ساغن لي فواتير كنا شي خدم اسكو لو بروجي كي نجحنا خاطي هاي غير الا قات تخدم دي فورماسيون باش تشوف هذا يعني مدنا ريف فنو انت مورث مدنا ريف سوف انت مور دونك لو بوفوار كي وزارة ما كان يصلحوا الامور والسيناريو كان ما كان يصلحوا ما متسرسيت حتى سيدي هضرا بدي الخدمة الدانيير مو في البروغرام اللي تمثلين برنامج الرئيس برنامج الرئيس حتى سيدي شو البرنامج الرئيس لا شو البرنامج لكن 16 سنه يقبلن اقدود الجزائري ما نخدم الحساب انا وي انا ولي ولي وفن ثبورت ولي وفن الطاقه ديال ولسي ثمورتن لو كان انا يا فري بروغرام يعني انا يخدم من خاصه ثاني المزيان ماشي مغارنا دي كوران ديال الحكومه كي دي فان ريزولتا ماشي ديال الموت ديال البحار لا دروك ثرنا لا الكول يرنا يعني اللي كريم مرنا انت كورضا ثرنا سما ما تخدم ظلم بينا تفض باللي لي موان ساعه يعني تدريم تديك شمن ونفرار ونفنار سيس لان نسد لان ندي تروي لا يعني الحاله كي تسوي دار فراف يعني تسوي يزمى الحاله ديال سي دي فاكتور كي بوس يعني المزيان باش هذا روح لنا ماشي خطر مرد تشوف هذا سيتوان يعني جهد اشوف هذا الدينير يجهد يجهد مليح يعني دي بوان دو في مون طالون انتيليكتويال لي فيزيك يعني تصوري شيوخ ديال السبور مد نخدم كرات ديالي اذا كي توصل يعني اوليو دو كونستروير يعني دي زوبيتو تخدم من الحاجه بوسمي تخدم يعني اسميت الحوايج السبور اللي جوناكي بور لي فير اكتيفي مون طون صغنط يعني في كمان ست موسني في كمان سن العلم باش تشوف هذا ان سيتوايا يعني كيتسير لا دوغ باش مثل المستقبل دونك مو تسير لا استراتيجي مو قلا بلي بار دي جون نا يعني مزيان ساني روح يا هل طال نسقسي ايماننا لي طوناكي لا دروك على ديك تشمن يكشم دليروين تكشم دلا كوكاين ذا شو توك وقيت الدوار هذا وين الشعب وقيت ذا الحاجه راهين غن ارش انسقسي منا يا هل طار سما الشرف كيلا الكل الخمره كي صبنا يولي يا نو يا ناس زياده يا هل طار الفساد ينقصنا يولي يا ناس زياده يعني ولا شو استراتيجي ولا شو الطريقه لبني انا يبنون وجدود الجزائري الحاجه يعني سهل لو كان يبغى نلعب هذا كي طفن الحاجه سهله داود لي سبيسياليست تبنوض الشعب يعني كتبنوض وخاصه انا مكيدنا تا موسني ذا الاساس باش هاد السفارات وجدود يجهدن باش هاد السفارات يمورا هذاك شمن ذي لا سيفيليزاسيون نغ مكيس قارن يعطيك الصحة محمد بارك الله فيك نروح الأستاذ محمد رزقي في الرد إلا كي هنا قداش هذه الساسيت ذو منيا قديم سي يعني أستاذ محمد رزقي في الرد السلام عليكم مازل في الله السلام عليكم مساء الخير في الأول مساء الخير أستاذ فراد أستاذ فراد نهضر يعني في تواغي ثقين يكحزن ثمورث فرنسا ثم ذين ان باري يعني تواغي ثم قرات الساعة يزمى الحل يعني الساعة يعني يدس المضرة يقم قرن في من بعد تواغي ثقين
في غريب انك تعيشين دينا خط يعني خاصة تاني غريب ان يعني كساسوا دي زالجيريان ماروكا تونيزيان يمسل منس العامة يعني ذا شو الرأي نك ذا شو القرأي نك في تواغيثك أنا كل حالة ما كنت نظى تواغيث ثم قرآن أفتخر قيف كنت حاش فقط تسعة إلى كربنا كرب مذان يعني ذي القارات الخمس إلى قد استنكار يعني استواغيثة كيستدعو سيوه كيست الجريمة يجيع ونسعى رب تمثيل الجريمة يجي ضد الإنسانية هذا وخسار ينسل من ذي دوني ثم ذي دوني ثمرة مالورزمو يعني حس فغطاس الجرائم مهيجي توخذ من سيسم الإسلام ألور كو نكوني نحصان باللي سيدي ربي يشقاد يعني أشبح ننفي ذا الرحمة إفخرقي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني الوحوشكي دي مونستركي ياخذ من الجرائم ونسعرف تمثيل يعني هذه الدنيا خدمة شيس من دين صرغين من دين ذي مدرن شيس من دين تكسن السر يعني في العرض قرقزن شيس من دين تكرن شيس من دين داوية تواغيث يعني تواغيث الرناء يعني العصر وتقرا يعني الرسمان اللي غمزوارو ماشي كان المويا ناجي غرنا الدفير ولاش وينك زمان ديني بلي الوقيد الإسلام يعني ذا الرحمة سيدي ربي قرض قواليس من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يعني لعب ذرين يون فنذم يعني بالأسماء مش كين غاك تخرقين فما بالك يعني وكي المجرمين هكيا داوين الكلاش الغاشيم إلا نقردان لاني مغاران لان تلاوين لان تموارين نضرحنا بالرفالين بلا باش بك أنا كاكيم ونكوني ظهر بدي عم تقارك وليس ولا تزير وزيرة وزراء أخرى خاصة فرمن يعني سياسيين رميا ولكن باش صنعر كان كاكيم سيفي لما كني نقار ذيني فاندي الدين ذيني فاندي العقل بابو مذان إنه كني نظرة ما كنت نظرة مدي عند كل وين أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمكتش يعني العسكري الفتوحات يتوصيتان ورقت من السجران ورصة رغوثة فلاح ثور نقصة مغار ونقصة قردان يعني أجندي غادي قبل أجندي دونك سواغي ثم قرن أي شمس ثانت سمس يعني الإسلام من الرحمن الإسلام من العلم الإسلام يعني أنتمات ويكين ما أتحرش تسواه تتحرش تسواه مليح فايت مثلنا ماشي كان دي مورث الفرنسا دي دوني دي يعني دي دوني دي خمس القارات كرب بوان درايري ومدهنا راي شعوني سمدين سم محمد الغحمد عبد القادر في دي غني غروان ننسن كا يعني ما نشحس فطاس أو يوفان إلى يعني العقول ندوني ثمرة ماشي كان يوميان إلى قد مدينة أنسبيناكم الدنيا يعني تجربة سن العقول سن ثزمر سن يوكل السحب سن دعوسو يا كيف دعوسو يعني وسعرك تمثيل يعني سي محمد رزقي فرد تهضر في دعوسو تهضر دوي كذا يعني غير يخدم في يعني ثواغي ثاكي يعني نتوالي ماشي ذي 10 شهور سنة تتواغي ذي فرنسا وان دا النظام ذي لا تركي ذي ثمور النظام اسك محمد ذي مثلا ذاكي ذي السودو يهضر يعني في السبة ثم قراد يزمل الحل يعني الجانية المزينة كي تروحون وبري ذاكي نستخدم من ارف يعني الجهل اسك تولي الجهل كي يسعى ازل ذم قران ذي يعني الحالة غندن لا ذيس إلا من الجهد إلا لازم خطر ثورة مرة النادي غاب السبات ثلا كرا المسؤولية أحريش المسؤولية ثلا نغم كنسين سلمن أحريش المسؤولية أفل أوروبا كي مرة نغم ثورة أحريش المسؤولية فلا نغم نكنية نكني سيدي ربي قولي القرآن يقار قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إسلام الذين يعلمون يعني العلماء العقاد اللي زنتيلكتويال سقذش العقل أسمع الله الذين يعلمون
يكون ذو اثنين غير جيرني ربيع اثنين سلمت الاسلام يفقد الحضاره يغرفن الحضاره الفراعنه مغن الفرس مغن الروم مغن البيزنطيين مغن اليونان مغن الرومان يعني نسلمن سجلن اسم سن ذي ثغرما بومذان اسمي قلن الذين يعلمون ذنو اثنين يجرني ربيع خطر ما نغن الهوى ربيع قارن يعني العلماء ولكن العقل يتوفرد 750 مرة ذي القرآن بطريقة مباشرة وغير مباشرة اسمينا ارزن ينزل من الذين لا يعلمون ذنو اثنين يجرني ربيع الاسلامية الذين لا يعلمون يجرني ربيع وغادا يعني خدما الجرائم سيسم الاسلام اي كير ما يواكي كتسي الجهل تواغي الثام قران دي الوهابيه الحركه الوهابيه الدفان دي القفار يعني زنتسي قرزان العقل اغتيال العقل الاسلامي ما كني دنيغ الذي انجب حضاره عريقه دونك اساكي ما يواك الذين اقلغ الاسلام الذين لا يعلمون سوا كار إلاك أغرباز جنس أو إغرباز الماء ويك جنس من إذا قاس النفذون في أثر أنا هاو ذات النفذون في العقلانية هاث النفذون في العقلانية خطر الإسلام ولم زهرون إقرأ دونك الإسلام ذي العقل مرد نني الجاهلية تشوف غال العقل الجاهلية ذا شي مقال من الجاهلية تشوف غال العقل تم عيش ضر العقل الإسلام ذي العقل دونك تلاقي المسؤولية كيما هو ياك خاطر الوفاء كي دفاع انا كاكير الوفاء كي غادي نقنيت مثلا انسان لا نقن الغير النظام شي اسم الاسلام يعني ذا الجهل اكسوفون تسوية الوان دا كاين باب ما هو ياك وكي ذا حريش انت ينزل من سعر المسؤولية إلا وحريش ذي غانت المسؤولية ظاهرة الاستعمار يعني في غربيا في فرنسا في الإنجليز في الألمان في إسبانيول في البرتغال يعني نوثني يوميا أنقيم كان قروميا ظاهرة الاستعمار سوى إذا من الشعوب المستضعفة أظن سنفدان أرنا ذاكدان با ثكر الجرا ثكر يعني الثورة نغار نحرد تامورتنا يعني يحركي ورا ونسان اقدان يخدم لو شوا داروا الاختيار باش كنا قادوا لفرنسا رحنا لفرنسا مي دولا فرنسا يوميا يعني غراويس خطر ثورة وكي يعني الاصول الانسان دي جزائريا الاصول الانسان دي سيدي نور افريكا زيروميان تروازيام جينيراسيون ديني دلولان ديني دصوربان ولكن توازنن ذي لا العنصرية في لا العرقية خطر ويكي ثورة ايرومينا كي يعني ادي بويني مغير ادي بوين ازار يجي لافريك دي نور حسن بلي ماشي دي روميان يعني سو سيتوايا اقل من المواطن وشفنا ثا خدام ما مثمشدو يثمشدو جمعنتين كان الحومة تاكنية يشغل دي كون دو كونسنتراسيون دونك ما هو ياك يعني يوميا ويجي الوفاء كي ذلو ثنين دي ربان تسمو حق راني ثقل اللي تمرت لفرنسا يثني صوبنا الدعوة شوية كي خاطر اسمي ودو فانا لا ممكن يعني في اطار المجتمع الفرنساوي ما عندهمش موقع امكي مير خدمن ركولني مير يعني الجهاله كي هضرنا كاسيس من الاسلام وكل خنتنا على كل حال رحنا لولنا القرون الوسطى ايوا كنا دفنا مكون عند غير عيشن دونك ما هو ياك المسؤوليه ما حديش المسؤوليه الفيروميان وحديش المسؤوليه اللي انت افتمورا كي نسلمن مدنو غال يعني سي محمد رزقي فنر يعني مقارن لا جيوبوليتيك نا تساسيت ان الدونيث تص يعني وقد يحكم من القوة نا الانظمه يقين الاستبداديه يعني فرحان سل امر كين لانه قال دي قرن باللي يعني النايا وند باللي نسعى هذا ويون ويعني اسكت تولي باللي يزمى الحل الانظمه يقين انه هنا لين يقرب حن سيثواغي ثاقي ثورة ما هو ياك زمرنا الكل خن مدناك يا
خاطر انت ثمورة ثمورة تعرفين ولاش الثقافة السياسية ولاش الوعي السياسي خاطر ثورة من الاستبداد الاستبداد غير الديكتاتورية غير اللي تعيشين ينسل من ما هو يكون هذا العرفة كي يسعلكش المسؤولية بارسك العرفة كي دابور نتعيك وضعنا العالم الإسلامي إلى قطريات ضيقة العالم الاسلامي يمكن النظرة يعني مرانا مرانا رئيس فرنت مورث القبائل هضر ندا في فتونس هضر ندا في القاهرة اسكندرية هضر ندا في الشام هضر ندا في خمربيع يعني اثنين سلمت ولاش اثنين ساير انا دونك اذا الاستعمار كان ايكوضا اني نسلم انا كاكي ديفيزي بوريني اما كما كنحسب اذا الاستعمار يكسب دون الريجيم الاستبدادي الريجيم كاين فرعون اذا الاستعمار ايشيف كان ثو ثرد يعني تنسى سيتي ربع بون ثورا يحكمنا كي يحكمنا كي زمرنا الكلخن وذن على الثقافه السياسيه خطر ذي الحقيقه دعوا شوية كيف ثوى غيثا كيف تفقد الديكتاتورية سيتا برودوي دو لا ديكتاتور هو النتاج طبيعي للاستبداد خطر ما يحسي الشعب ما يحسي من نسي يعني يتواظرم ويسعى لنا الزرفان ويسعى لنا الحقوق ايبا ما كان يقارن يتحالف حتى مع الشيطان دونك ذي الحقيقة ذي الحقيقة الأنظمة المستبدة هي التي أنجبت هذا العنف الرهيب هذا الإرهاب يعني الربرب كي اما كني قرن وين زرعم افون اديم غورتا بو شيطان دونك تبو شيطان تا كي دي تاع شي هكا كي ذريجي ما كاين غير شي زرع ديك زرع نافو اك زرع نافو دو امر ذي البغي امر ذي البغي امر شاين العقل يعني يحكي من يحكي من كي الى قد خوين الى قد خوين هذا خوين هاد الدقسن الى قد الدقسن احصل باللي جامي الديمقراطيه تبيت الشر جامي او كرون جامي الديمقراطية تسوي الشر الديمقراطية حشر خير تسوي ذكر ثمو غنيني اردوني ثار خلقيت شرات مرتني كتقدمان يجي لان حقوق الانسان يجي ثلا ثوان يجي ثلا ثقماش يجي ثلا ثروين يجي ثلا الحرية الدينية او كتصفض الديمقراطية يجي لان ذي مرتني دونك يعني وزمنا لكن خلمدنا دينين بلي ننايوان نو يعني النخبة المثقفة مرادين النخبة الانتليجنسيا سواء اللي زنتيلكتوال نغى الأساتذة نغى الطبقة السياسية نغى المجتمع المدني يقل سكون الغفلة أتصدق سن المدن باللي ثوى غيثاكين ستان برودوي الأنظمة الدكتاتورية إما زال على كل حد الشهر سد جهدنت ذي ثمور ذي ثمور ذي ثمور كين سلمان يعني أسخسين بهرو أستاذ فراد ثوى غيثا قامك يزمع الحالة تسعو لاثار في يعني في ثمور ثنداغ نزرى باللي فرنسا تسعى أزل ذا مقران ذا شو يعني ذا شيء قدارون ذي الجزائر أسكا ستوليغ باللي يعني يزمع الحالة اللي خطر أزف هو بلك يعني لا سيتواشيو غين تفقد فلاس ذا شو قدارنا كاين إذا شاركنا صارت اسمع ذيث مثل يعني هذ المهاجرين إكس عيشين إذ مرتقين الغرب أرى يخلصان يعني تفكتور ثم أماكن ينقار أذوان يعني أذ شكونك ذيك سن أذ شكونك ذيك سن أذوان بثني ديجان قالوا الإنسان أذوان وثنسن من نرى وثنسخذ من نرى وثنسكنر المسؤولية وكين ذي الخوف من القرآن الإسلاموفوبي يعني الخوف من 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 الإسلام سيثورا ما وهيك التطرف أمازي الألمان أستاذ محمد رصخي فراد يجزم وقلا سيولو كذا يجزم سيولو كذا مثلا محمد رصخي فراد إن شاء الله هاد أديو على يتقارن بلك هذي يكمل ثم غالي الناس الدغال غير محمد سليضة سي يعني محمد رزقي فراد ده شو يند يعني الاستبداد ده جينا الظلم جيد انت غير دي تاوين يعني ده شنت ولي كجين رفرف جينا غل يعني ده شيء ضرورنا كي سي ثاني الأستاذ محمد رزقي فراد يعني وقي سيون اللي فاكتور يعني سيوت الحاجة يعني ديرنا مثلا محمد رزقي فراد
يعني كي بارتيسيب باش هاد النفع لو برودوي كامل كاين لا الجهلاكي لا الاستبداداكي لا يعني لا مارجيناسيون الامر غير هم من يعني وكاد كاع عايش انت فرنسا نكثر نتن ديك هنا طمناطن وسنتكنا رازال يعني بنادم راه ديك راكني يعني وست اللي ضرات بورا وخدم العالين والقرارات يعني استقدر القمه ثم قرات يعني مع الوقت هذه طفش حنا نيكوليس ومن بعد ما تواربد سلجاه ستانوتر فاكتور داون هذه اللي وقال الناس ريكيبيري وهذا كي فون ريكيبيري ومن بعد هذه سهل لا من مانيبيلاسيون يعني تسلحوا ام كي تبغي باسكو اش راس تحكو اش راس تمضض اثي قبل وكي قدران مي نكون يقم زوار وميد نبدا يعني اول النغن نهضر فطاس الحوايج يعني تسلحقن باش نفقد اللي حالة هيك يعني كل يونس المسؤولية كيش في ذلك مثل هذا الأستاذ محمد رزقي فراد أرومي مكيك ساعة يعني يسعى المسؤولية دي تمسلتك يعني ما تحضر ثمورة تخدم الاستعمار يعني اش ترجو اكيد اكيد ياس يعني ما راث قبل يعني ناس بالدذر ثمط بوكي تخدم في مورا بارافان لي بوفوار يعني سنت في كضافوس يعني اش ترجو تخدم يعني تلقي كلها في المصالح دونك ما تجمع دوك يعني لي فاكتور كي تفهم غير الحق ارثم سالينا مثيك صحيت محمد يكشم ديك لنا يغول ديك لنا الاستاذ محمد رزقي فراد اسي محمد رزقي السلام عليكم مثكلت النظام مساء الخير مساء الخير سمحنا يلزم اسي ول كمل كان وليك يعطيك الصحه كمل كان وليك استاذ فراد مولا شغيلي يعني نهضر نكون يمك تو غير تاكيز ما الحال يعني داوي اتاثر او كذا يعني فشو في شيء ضرون دي ثمورتنا يعني وكذا يطالبن سل سوف الدال نا الحاله سيرسيث ثمورتنا اذا ما كاينش الدنيا لا ثلاث مغليوي ثلاث مغلي بغيتي تولي من بعيد ثلاث واكي ولي تولي من بعيد يعني جبرك دينار دو لوبوزيسيون لي زانتيليكتويال ذا النقابات ذا المجتمع المدني تلقيت شامو غليغ بويلي تواري من بعيد احسن باللي دعوا شويه كيم ثور يرويتد الاستبداد يعني يرويتد الحكم كيما قال حكم شردوع ثلاثه سموها للنظام بويلو نتوا دارها بويلي درغلن سياسيا اذا درغلن سياسيا شكل اللي خدنا البوفوار كيما يقال عاد انا لا تواري ثورا لو كان نروح نكني انا اشكرت مجدي مرتكي انا اشكرت واجد مرتكي انا اشكر كيرا دو على كل حال تاكي تمو غير تمو غير بويلي يدار غدا تمو غير وكلخ مي نكوني نزرع نكوني نزرع خاطر توا تدعم تدعم لا رون بيتروليير اثر مازال اين كامل كنا نهضر في موت الجزائر مازال جبرنا الزوج دي كذب عمليا ولكن بعد ما عدنا عامين كيا وسعينا تشاوري سال الزوج دي كذب إمي تبع جاك شويه هذه ظهر اين مقر الانفجار الاجتماعي ماشي الانفجار السياسي الانفجار الاجتماعي وما ما رفضت واحد راه ما تبع جاك يعني الانفجار الاجتماعي ابا ما نخلص على هي الدوك او يفان او يفان لو كان غير ضربي لو كان اللي يهضر بي يحكي منا كي غير يحكي منا كي وما زال هذيك لا خير زين وما زال السوق اللي كذب يفراغ السوق اللي كذب زين يفراغ الى قد الوهر كان الصواب هذا اللغه هذا العقل هذا اللغه هذا ارتزاز حاشا الديمقراطيه ما راه ينفع انت مرتكيا خاطر ما كيش الدنيا قربك وين نسينا هذه الجافرنوس هذه خضرا ورا وعمي سالي هذه حسابا كان الجافرنوس ثم وين نسينا شو الديمقراطيه هذه خضرا كان مرتكي الغرب ذنو اثنين يكسروا ظن ثم وشنين على الحديث ذنو اثنين يكسروا ظن حقوق الانسان الحديث الرحمه قد هي تعيش عكا كيم اما الطوموبيلات اما التليفون اما التريزيتين اما الفابورم اكو يساعد الرحمه كيم تسدد ثمور الديمقراطية سعن ديمقراطية دونك سنس موري ويناكي يعني اكتم جردا سن موري بوذي سعن دعقل سن موري بوذي يعني ايزنزن العقل انسن او يفان نكون على كل حال حشر خير السلام مرزف ان شاء الله ان شاء الله العقل كان يعني ارى انت فرنسيا غرزف خطر ما كنك قران داو بريد نيقو بريد القرارات ان شاء الله دا بريد
ان شاء الله ان شاء الله استاذ فرد يعطيك الصحه اكيد نشكر الطاس في مغلينك اكدي نغتن ميرثيك صحيت ميدك شمضا كيدنا اضروح غار يمثنا غماس مصطفى معزوزي داخل داش دي سارسيت دا نغماس اقلان يكيدنا سيتي زي وزو سي مصطفى السلام عليكم مازول فلاك اكما أجل مصار أجل محمد أجل في تولي من المعارض ديك مزيغ يعطيك صحة مصطفى أزول فلاك اكما مصطفى يعني توليض أدنى الدراء مزاد أدنى تكملة في ثواغي ثقين إيقوثن ثمديثن باري ثمورثن فرنسا ذا شو زمرضاغ دينيغ يعني من بعد ذا شو ثوالاض يعني الطاسي يقموثن الطاسي يتواجرحن ويقاذ يخذ من ثواغي ثقيد دقارن خدمي سيسم من دين ان توكا اوزمير عرز هو اقدر ريبوندير اخويا مصار افون دو كوندامي سي زاكت انيوب باسكو التيروريزم كي نيفو يدير الحال الى قد كوندامي دوك البيان هكا ماشي الدوله ماشي لي تيرورست سكون ابل لو جروب ارمي كي كنزوالوت pour répondre à votre question, qui va faire le dîner de l'équipe de France, c'est un début. Il faut assumer, par exemple, les politiciens, la philosophie pour justifier une chose de la guerre des religions. Mais en plein fouet, de plein fouet dans les guerres des religions. Attends, dites-moi, à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste en France, c'est toujours les non-européens qui sont la cible. Aujourd'hui, il est interdit d'être algérien, il est interdit d'être musulman, sinon tu es la cible préférée de la France. Mais vous voyez, Hollande, vraiment, c'est incroyable. Il a copié intégralement ce qu'a fait le pouvoir en 92, en décrétant l'état d'urgence pour attaquer le terrorisme. Et comme je fous, je suis à Khoya Massar. Je fous, dans les années 90, avec la François Mitterrand, avec le Kiki qui la guerre civile, avec deux petites soldats là. Et pour parler du terrorisme, il faut qu'il trouve une cible. Nous allons lire le contexte actuel d'Ivan, les accompagnés. Au lieu d'extrapoler, il faut revenir aux déclarations de Tony Blair, qui a fait des révélations incroyables. Finalement, l'Irak n'avait pas la bombe nucléaire. C'était le prétexte pour l'attaquer. Il a reconnu que c'était une attaque pour détruire l'Irak, c'est tout. Enfin, donc aujourd'hui, la question qui mérite d'être posée, la France s'est précipitée pour trouver une cible. La manière qui est dans le droit de la Chabna, bien sûr, il faut condamner le terrorisme. Mais le soutien du peuple algérien à la France n'est pas normal. Voilà, qui met les Algériens, les réseaux sociaux, je suis français, je soutiens la France, les drapeaux de France sont en doute d'ailleurs. Voilà, j'ai honte, quand on perd l'aide. Ça nous a montré le double visage du peuple algérien. Là, j'ai un coup de l'air, c'est malheureux, c'est scandaleux. Tiens, des enfants palestiniens, on ne les a pas soutenus quand on a soutenu les Français. Pourquoi ce complexe d'infériorité? Pour aller à l'exemple, l'équipe nationale, on n'a pas fait un bon match parce qu'on a été touché par ce qui se passe en France. Mais vous n'êtes pas français, vous êtes d'abord algérien, vous devez vous concentrer sur votre sujet. Il y avait un match, vous représentez l'Algérie. Donc, le maire d'Arabie-Marienne d'Algérien, c'est Rawa qui nous a ramené des Français. Et apparemment, là, le match de Mohamed de Paris, c'est désolant. ولكن سي مصطفى لا نوجد الدينين يعني بنادم عندما الا عندما يموت يعني سي اوني هما دو اتر هما يعني ميرايد دونك مي جو كونبال لو تيروريزم سي تان لاك بابا مي موكل لي كونسيكونس لا لي ديسيزيون كي سون فوني ابري سي دي ديسيزيون ان ايران سي دو راسيزم. Allez, d'un côté, tu as décrété l'état d'urgence, tu interdis tout
toutes les actions des dépenses publiques, tu fermes la Tour Eiffel, tu fermes les salles de spectacle, mais tu autorises des rassemblements anti-musulmans. C'est grave. Mmh. Relégué. On n'a pas de président, de souverain musulman fort. C'est du tout tout. Ils sont au service des sionistes, ils sont au service de l'impérialisme, ils sont au service des forces occidentales. C'est malheureux. Mmh. Alors, par le coup, il y a un arme de la loi, j'ai ce qu'elle a subi. Vraiment, c'est vrai que c'est un homme. Un grand sujet, un débat sur le Kitchiki. Mais à l'époque, on n'a pas été soutenu par la France. Mmh. Au-delà de ce Kitchiki, vraiment. La situation de l'époque, la France n'a pas aidé l'Algérie. Écoutez, je me suis oublié que la France a refusé de vendre les armes à l'Algérie. À part l'Europe, à part l'Italie qui a accepté de vendre les armes à l'Algérie pour rompre le terrorisme. Le temps pour faire un communiqué de ce père à Hollande. Et nous avons un complexe. C'est un complexe d'infériorité envers la France. La France ne nous a jamais voulu du bien. C'est que c'est bien, on s'assume. C'est du naturel qui met les Algériens à se fondre dans la pauvreté pour les soutenir. C'est quoi ça? Qui met les demandes de visa, qui des Saharom, qui est le magma de Mars. Pour un rendez-vous. Non, Mustapha. Il faut savoir ce qu'on veut. L'Algérie, nous connaissons un chiffre de terrorisme. Nous connaissons un autre terrorisme. Un autre terrorisme. Un président qui n'a pas ses facultés mentales et physiques, il a volé tout le pouvoir. Il s'est accaparé du pouvoir. On n'en parle pas. Et vous voulez qu'on s'attarde sur ces attentats. Le terrorisme n'a pas de frontières. Il peut frapper en France, il peut frapper aux États-Unis, il peut frapper en Algérie, il peut frapper au Soudan, il peut frapper partout. Mais qui est derrière? Qui est derrière ces groupes? Pourquoi maintenant? C'est ça les questions stratégiques qu'il faut les poser. Mais c'est les questions superficielles. صحيت مصطفى ما سمحنا فاقد فكره يعني الوقت زياده ولكن يتقارن باللي كفى الوقت اكيد شكرا غطس كيماثنا مصطفى معزوزي اذا قداش دي سيتي قلنا لك كيدنا سي تيزي وزو ثاني ميرسي كيما محمد مازال دقيقه مولا شغل اللي فاتو زمر نقدر نوض فاش ودينا يعني مصطفى يعني سي ثاني ميرسي مقرات كيماثنا مصطفى معزوزي نمسلي لك ربوال في تمسات كيدنا كيماثنا معزوزي يعني le traitement de cette situation, comment gérer cette situation, c'est pas une façon de traiter le problème. Le traitement il est multiple. أتولي سبات مقرنين أنسي دو ستاوغي تاكي ودفكض الحلول بورسكو كونت اون ايتابلي ان دياغنوستيك لو كان نفك ان فو تريتمون هذه يرنو بنادم من هذه هذيك دونك لا سيتياسيون تاكي الى قاس يعني دي استراتيجي يعني لا سوليسيون ماشي كان سيكوريتي ماشي حاسه سيكوريتي مثلا ناصر اي غير بورسكو مرات خدمة تمسالين أمثيكي يعني زمرت تكومبليكي اللي حالها أترنوض اللي حالها يعني الأمثيك دينا مصطفى ما نفهم سكوليس إنك كيني وفي غارة مراتي اللي يعني تمثال تاكي الكوندان لاكت تيروريست تاكي وفغارة اللي تمثال تاكي ومعنا أي غار الحقر تمسالين كي نودي بون تمسالين كي ومن بعد مرات الحق ظل لو تريتمون يعني كومون جيري لا سيتياسيون يعني سكوس دي تسنى شهور ماشي هكاك يعني اللي فور الى قضيه لي مونديال ام كي دينا مثلا دو روفوار يعني لا بوليتيك على شان انترناسيونال يماني ذي التمورة يعني سميث الجولف ذي التمورة بارافن باش يزمر دياس لهنا ذي الدونيس باسكو الامور
دونك مازال يا با دو سوليسيون يعني اوت ايشيل يعني الحلول ثم قرانين ونزمر يعني ونزمر يعني انا الحق ارتمناط لهنا ارفريد لهنا الحاجه كوارن يعني تقيم ذات الحوض كي كل سكاس كل شهر كل شهرين تصرد الحاجه تطرق كي ماشي الحاجه اللي تيقول بارك الله فيك محمد يعطيك الصحه سمحنا نبض ثقه رب وهي اللي بوسكا كي تشكرها الطاسه تشكرها يوك وكادي ديك شمني كيدنا يعطيكم الصحه ما تقممت نزهم اهل بوسكي مازال هاد نهضر يعني في تواغي تاكين فرنسا او ندير غير تيمني ليت النظام قيم ندير لهنا ربي السلام عليكم ورحمه الله تنمرثنوش.